السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى من قناتكم فيروس كلاب الكار. النهارده هنتكلم ونرد على الأسئلة المقترحة عندنا في الفيديوهات والتعليقات. في البداية برحب بحضراتكم كلكم، وتحياتي ليك وتحياتي للناس المشتركة معايا على القناة. ولو أنت أول مرة تشوفني يا ريت تشترك معايا وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويا ريت أنا متشكر ليكم جدا ودعمكم، ويا ريت نستمر اكتر واكتر، ويا ريت نتشجع بعضنا اكتر واكتر. انا مبسوط جدا لان الحمد لله بفضل ربنا في فتره زمنيه قليله القناه بتاعتنا ابتدت اللي هي تحط على الطريق الصحيح وتمشي على الطريق الصحيح زي ما بيقولوا. في ناس الحمد لله بفضل ربنا دلوقتي بتتابعنا من الدول العربيه ومن جوه مصر. تحياتي لجميع اي حد بيشوفني، ولو عوزت اي حاجه انا عمري ما هبخل عليك باي معلومه، بل بالعكس هقول لك المعلومه من الالف للياء، انا عمري ما هبخل عليك باي حاجه. النهارده هنرد على الاسئله. في الاول كل سنه وحضراتكم طيبين، وان شاء الله يا رب تكونوا بخير دايما ان شاء الله. هنرد على اسئله النهارده. اول سؤال يا باشا للاستاذ حسني سويد. الاستاذ حسني سويد تحياتي ليك. الاستاذ حسني سويد من دوله تونس الشقيق، طبعا دول ناس في القلب، وتحياتي ليهم وتحياتي لجميع دول العرب وجميع الدول جميع الدول العربيه، وبالاخص طبعا دوله تونس اللي منها الاستاذ حسن حسني سويد. تحياتي ليك وكل سنه وحضرتك طيب. بيسال يا باشا بيقول لك ممكن بدل الحقن التربي الترايبي اعطيه كوبس كبسولات فيتامين، لان الترايبي مو موجود دلوقتي في الوقت الحالي، يعني في الوقت الحالي ما عندوش هو حقن الترايبي. هو طبعا الاستاذ حسني سويد تحياتي ليك بيسأل في بديل للحقن الترايبي، بدل الترايبي. هو طبعا للاسف يا استاذ حسني احنا ما قلناش طبعا ترايبي، احنا قلنا حقن ليفا بالون، دي جديده جدا اقوى من الترايبي. الترايبي بتبقى ضعيفه خالص، بتبقى يعني يعتبر علاج مش ملوش فعاليه، بتبقى الفعاليه بتاعته ضعيفه. انما احنا قلنا حقن الليفا بالون دي حقن فولاذ بتجيب من الاخر، انما الترايبي بتبقى ضعيفه، ممكن ما بتنجحش الدعامة لان بتبقى ضعيفه جدا، بتحتاج كورس عالي. يعني بدل ما انا بقول لك مثلا ادي 3 ايام، لا ده عايزه تدي كل يوم لمده 10 15 يوم، وبتبقى برضه في الاخر النتيجه بتاعتها بتبقى قليله لان الماده الفعاله بتبقى فيها قليله. انما انا قلت حقن ليفا بايون. طب انت لو مش متوفر عندك حقن الليفا بايون وانت حضرتك عايز كبسولات، هديك برضه المسير زي الحقن الليفا بايون، ونفس المسير ونفس الفعاليه. هتجيب حاجه اسمها، بس هتجيب هنا شريطين بقى مع بعض عشان يعوضوا نقص القوه والفولاذ اللي هي في الحقن الليفا بايون، بس هيدوك نفس الفعاليه. هتجيب حاجه اسمها فيتا ترون ده كبسول هتديه في بوق الكلب، تمام. وهتجيب حاجه اسمها دلتا فيت دي عباره عن اقراص مضغ. هتجيب قرص المضغ اللي هو دلتا فيت تحطه تحت لسان الكلب بتاعك، وتقوم قافل على بق الكلب لمده دقيقه، الغدد اللعابيه بتاعت اللسان بتاعت الكلب هيمتصها، يبقى كده تمام. انما الحقن انما الكبسولات اللي هي فيتا ترون ده كبسول بلع عادي تحطه جوه بق الكلب مع الكالسيوم اللي هو كالسترول، تمام. بدل الحقن زي ما قلت لحضرتك هتجيب فيتا ترون ده كبسول، وهتجيب معاها برضو اقراص دلتا فيت. هتجيب دلتا فيت ده عباره عن اقراص مضغ تحطها تحت بوق لسان الكلب هيمتصها بالغدد اللعابيه بتاعته لمده دقيقه، مقابل فوق لمده دقيقه. طبعا تحياتي ليك وتحياتي لدوله تونس، دول ناس عزاز علينا وكل سنه وحضراتكم طيبين. السؤال الثاني يا باشا الاستاذ سيد ابراهيم بيقول لي لو سمحت يا كابتن، عندي الكلب بتاعي بيقطع الهدوم بيقطع الملابس بتاعتي، اعمل ايه؟ تحياتي للاستاذ سيد ابراهيم، كل سنه وحضرتك طيب. السؤال جميل جدا والحل بتاعه سهل. هتجيب يا باشا حاجة اسمها من عند العطار حاجة اسمها زيت القرنفل ده، الإزازة بتيجي ب10 جنيه زيت خام زيت القرنفل، مع يا باشا هتجيب نشادر ب2 جنيه، تمام. هتاخد زيت القرنفل تحطه على، هتجيب منه معلقة وتحطه غطا على نص لتر مية
وتجيب ابو 2 جنيه نشادر وتدوبه في الميه وتحطه في بخاخ، تمام؟ وبعد ما تحطه في بخاخ حطه على الملابس اللي هو بيقطعها او اي حاجه بيقطعها وخليه يقطع. لو انت تلاقيه، لو انت شفت الكلب شمها حتى يبقى بحق. ده الحل الامثل والاكيد وما فيهوش ضرر. طب لو الكلب بلعه او لحسه ما تقلقش، هو هيلحس اول مره ومش هيلحس تاني. تاكد ان هو عمره ما يجي ناحيه اللي انت بتعمله ده تاني، عمره ما يجي ناحيه هدومك تاني ولا الملابس ولا اي حاجه تاني. تاكد يعني سواء خشب عندك او اي حاجه بيعض فيها وانت مش عايز اللي هو يتشاكس فيها ويعمل فيها اي حاجه، هتجيب يا باشا من عند العطار من عند بتاع الاعشاب، قول له انا عايز زيت قرنفل، تمام؟ بعد ما تجيب زيت القرنفل هات 2 جنيه نشادر، نشادر عاديه. هتجيب غطا من زيت القرنفل على نص لتر ميه، غطا من زيت القرنفل على نص لتر ميه، وتجيب ابو 2 جنيه نشادر تحطهم في الميه وتقلب جامد وتحطه في بخاخ وتبخ على الهدوء على الملابس او اي حاجه اللي انت مش عايز الكلب يقرب لها حطه عليها، ما تقلقش. ولو عندك الكلب بتاعك بياكل البراز بتاعه ولا اي حاجه يا باشا برضه حطه عليه. تاكد ان الكلب بتاعك عمره ما يجي ناحيه الموضوع ده تاني. طيب السؤال الثالث يا باشا اسمه الاستاذ شادي عبد الله. السؤال ده بقى محيرني شويه بس انا مش هعرف ارد عليه بصراحه لانه هو محيرني شويه، مش ما اداناش هو السؤال عامه طبعا عشان ما اطولش على حضراتكم. السؤال بيقول لي لو سمحت، بيقول لي لو سمحت استاذ شادي عبد الله، لو سمحت لو ذيل الكلب، لو ذيل الكلب في كسره ممكن تتعالج؟ هل بقى الكسره دي كسره يعني كسره الموجه بتاعت الذيل، ولا كسره الذيل ملفوف من هنا، ولا هو اصلا في كسر؟ دي انا يعني مش فاهم فعلا الكسره. يا ريت بعد اذنك يا استاذ شادي عبد الله، تحياتي ليك في الاول وتحياتي للاستاذ شادي عبد الله، كل سنه حضرتك طيب وتحت امرك في اي وقت. يا ريت تتصل بيا، رقم التليفون بتاعي 010-2241-7513، او اكتب لي او ابعت لي فويس على الواتساب فهمني انت قصدك ايه من نوع كسر وانا تحت امرك في اي وقت، لان مش هينفع ان انا اقول لك هل الكسره دي، انا مش فاهم وجهه نظرك يعني، يا ريت تفهمها لي بعد اذن حضرتك. واسف جدا ان انا طبعا مش يعني مش فاهم وجهه النظر بتاع حضرتك واعذرني، بس لو في اي حاجه تحت امرك في اي وقت. طبعا احنا كده ردينا النهارده على 3 اسئله ان شاء الله عمر، لا اي حد عاوز اي حاجه تحت عمره، رقم التليفون 010-2241-7513، او اكتب لي في التعليقات ارد عليك ان شاء الله عمر الله. ولو حاجه ضروري قوي 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 اتصل بيا في اي وقت، في اي وقت انا تحت امرك هرد عليك، عمري ما هكنسل عليك وعمري ما ان انا ايه مش هرد عليك، تحت امرك في اي وقت. تحياتي ليك وتحيات الناس المشتركه معايا على القناه. يا رب يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا مبسوطين وتشوفوا الخير عندكم دايما على طول. يا رب ان شاء الله امر الله دولتنا الحبيبه مصر ان شاء الله امر الله يزيل عنها الغمه. ويا ريت يا ريت بعد اذنكم عاوز اكتر واكتر مساعده منكم، بطلب منكم ان انتم تشيروا الفيديو لجميع الناس عشان الناس تستفاد. وتحياتي لكم وتحيات الناس المشتركه معايا على القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.